بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا يعني كان نفسي أطلع رحلة كأنك تراه، أتمنى إن يكون الوقت ما فاتنيش. هو أنا عايز أقول إن أنا حبيت كأنك تراه. ليه حبيت كأنك تراه؟ علشان هو فكرة جديدة، ده أول حاجة، بتحاكي عقول الشباب، يعني أنا كشاب بستفيد منه كتير. تالت حاجة يعني عملي جدا، يعني أنا أول يعني أنا الصراحة جربت يعني التفاهم والمحاكاة كانت عملي، يعني التيم كله بيشتغل مع بعض. الحاجة التانية إن ولا الحاجة التالتة إن يعني البرنامج ذات نفسه، لا في حاجة حلوة، في أنا مرتاح، بحس براحة معاهم. ده اللي كان عاجبني فيه كأنك تراه. وكأنك تراه كمان بيضيف، مش بس في الجانب الديني، أنا بحس إن هو بيضيف في الجانب الثقافي، في الجانب العقلي، في الجانب النفسي. إن هو مثلا أنا بنمي ثقافتي الدكتور، يعني مثلا لو الدكتور عمرو خالد بيقول معلومات جانبية، بنمي مثلا بأحاديث من الجانب الديني، مثلا الدكتور عمرو خالد بيقول شوية أحاديث بتنمي عند الجانب الديني، حبة ولاقيه مثلا بيقول على كرة القدم، حبة ولاقيه يجيب لي مثلا لاعب مثلا عمل إنجاز، حد عمل إنجاز، فبينمي ثقافتي المعرفية. كمان من الناحية أو من الجانب انا من الجانب النفسي، كلنا اخوات وكلنا لينا هدف واحد، ان احنا نعبد الله كاننا نراه. ده اللي حببني في كانك تراه، ان هي روح واحده، ومثلا مش دكتور عمرو خالد ليه هدف والباقي الفريق ليه هدف، لا كلنا لينا هدف واحد. حتى انا بحس ان حتى المصورين